عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. حذو، حذو هنا منصوب، منصوب على المصدرية، حذا يحذو حذوا. ما تفسير هذا الحذو؟ قد تحذو حذو فلان لكنه حذو مطلق، ليس كذلك؟ لا بد أن نفسر هذا الحذو. قد يحذو حذوه لكن هذا الحذو يختلف، قد يكون حذوا قريبا وقد يكون حذوا بعيدا، وهنا الحذو قريب أم بعيد؟ رواية البخاري: شبرا بشبر وذراعا بذراع، يعني ما يخطون شبرا إلا وتخطو الأمة مثله، لا يتقدمون ذراعا إلا وتتقدم الأمة مثلهم ذراعا. بل ما هو أعظم؟ قال: حذو القزة بالقزة. القزة بالقزة هي ريشة السهم، والسهم إذا وضع فيه ريش حتى يكون مسددا في الرمي لابد أن يكون الريش متساويا، وهذه بجوار تلك لا تختلف.